السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي مهن الأنبياء؟ الأنبياء الذين رعوا الغنم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم في بداية حياته مع عمه أبي طالب، والحكمة من رعي الأنبياء للغنم قبل النبوة لما في ذلك من تدرب وتمرن على ما سيكلفهم الله تعالى به من أمر الأمة، ولما في ذلك من الشفقة والرحمة والصبر على رعيهم للغنم ونقلها من مكان إلى آخر تشبيها بتنوع الناس وتفاوت عقولهم، بالإضافة إلى كسب الراعي من عمل يده، وذلك يدل على تواضع الأنبياء. سيدنا موسى عليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم. وقد ذكر القرآن الكريم رعيه للغنم عدة سنوات عند العبد الصالح مقابل أن يزوجه ابنته شعيب عليه السلام، ذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن شعيب عليه السلام كان راعيا. الأنبياء الذين عملوا بالتجارة. موسى عليه السلام، كان موسى عليه السلام يعمل برعي الغنم إضافة إلى عمله بالتجارة، مما يدل على إعلاء شأن العمل وتشريف للعاملين، وقد عمل بالكتابة حيث كان يكتب التوراة بيده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة بعد عمله برعي الغنم، وذلك بعد أن طلب من عمه أبي طالب وهو في سن 12 من عمره أن يصحبه معه في تجارته إلى بلاد الشام، وهناك التقوا بالراهب بحيرة الذي أخبر أبا طالب أن ابن أخي محمد سيكون له شأن عظيم. ثم كانت رحلته الثانية إلى بلاد الشام في تجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها مع غلامها ميسرة. الأنبياء الذين عملوا بالأشغال الصناعية والحرفية. زكريا عليه السلام، قد كان يعمل بالنجارة بدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان زكريا نجارا. آدم عليه السلام، فقال القرطبي أن آدم عليه السلام عمل في الزراعة، كما نقل عن أنس رضي الله عنه أنه كان يعمل بالحياكة، وروي أنه أول من عمل بالحياكة. نوح عليه السلام، كان نجارا بدليل صناعته للسفينة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. إدريس عليه السلام، فقد ذكر الشيباني في كتابه كسب الأنبياء أن إدريس عليه السلام كان يعمل بالخياطة. إبراهيم ولوط عليهما السلام، حيث جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ما اشتغل بالزراعة، وكان إبراهيم عليه السلام كان بناء، فقد بنى الكعبة مع ابنه إسماعيل لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. فيما أوردت كتب أخرى أنه عمل في تجارة الأقمشة وتوزيعها. سليمان عليه السلام، حيث جاء عن الإمام الثعالبي أن سليمان عليه السلام كان أول من عمل في صناعة الصابون. داود عليه السلام، فقد كان حدادا لقوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن أعمل صابغات مقدرة في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فكان يصنع الدروع التي تستخدم في الحرب وينفق من ذلك على نفسه وأهله ويتصدق منها، فقال الله تعالى عنه: وعلمناه صنعة لبوس لكم. وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أكل أحدا طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقد خصه بالذكر بالرغم من أن معظم الأنبياء كانوا يعملون لأنه كان ملكا ونبيا وصانعا في نفس الوقت، وروي أن سليمان عليه السلام كان يصنع المكاييل. عيسى عليه السلام، كان يعمل بالطب حيث كان يبرئ الأكمى والأبرص. إسماعيل عليه السلام، كان يعمل في الصيد فكان يذهب إلى الأنهار والبحار ليصطاد الأسماك،
ثم يقوم ببيعها في الأسواق، كما أنه اشتهر بإتقانه 70 لغة مختلفة، فكان مترجم عظيم. يوسف عليه السلام. فقد كان وزيرا للمالية أو التموين، وهو منصب يتعلق بالأموال والإحصاءات والتخزين والتوزيع، لقوله تعالى: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. داود عليه السلام، لقوله تعالى: يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، حيث كان خليفة في الأرض. سليمان عليه السلام، حيث كان وريثا للحكم بعد أبيه داود عليه السلام، فقد كان يشاوره في الحكم لوفورة عقله، فقال تعالى عن ذلك: وورث سليمان داود، يورثه في النبوة والملك والحكم، وكان ملكا على الشام. قيل أنه ملك الأرض جميعها، وقال ابن عباس رضي الله عنه: ملك الأرض مؤمنين سليمان وذو القرنين، وكان في حكمه ربانيا وعادلا بعيدا عن الطغيان والظلم، وقد أعطاه الله تعالى ملكا عظيما وكبيرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.